بعدين يا بشريه. بالظبط. ما فيها كده الشكل. عندي زيت الحشيش، عندي كولاجين زي مجينة جينا. زي مجينة عايزة خلطات؟ جينا ها؟ زي ما نسيها والله بغير ليه هي كمل والله لك كمل نسيها والله نسيها بقى قاعد اردد له كل سكينه جينا السعوديه شكرا للمحل بتاعي عندي كولاجين عندي زيت الحشيش ناصر دكتور طبي بديل شكرا لك خليني ولا برجع وانا جاي برجع وعندي دهانات ماشي برجع عربيتي هنا سلكنا برجع وانا جاي دهانات البتاع لا يصلح لا يصلح العطاره ما افسد لا اهدى يصلح العطار على طول قرب على الخيار اهو هو هيقول لك اضرب الحجر وانا والله ماشي زاوي ماشي طيب اللي عنده قلب وعنده عادي ده ملوش ما بيتخدش ده بيديه دهون لا بيديه لا اول اول وبعدين يجي عسل انا اوري لك حتى عندي ها اقسم بجلال الله انا قربت شفت حتى الفياجرا ها دغرك مين عشان اقول لك شفت الفياجرا ها ولا شيء ها لا انا اوريك اياها نوع انا زورته هنا بس ما لقيت جابه معايا ليرك صح يا مو محفظتي هذا ليرك ليركا اوريك صورته ما يصور ليركا حتى جوالي هذا اللي فيه البيضة لا لا حبة زرقاء مدورة كده حبة زرقاء مدورة الشريط بتاعها دهن فضي لا لا شريط ابيض فيه اربع حبات ايوه روع ده قول ده كل الاكلة الحلوة هدي اعصابك تعمل احلى اوف لا لا ساعتين ورجعنا هي المكان الموضوع ده بالذات راح تبان النفسيه الداخليه منين يجيب راح بس هي دي انت ماشي بتغني عشان ما تلف علي ما تلف علي عشان ما تلف علي بس خليها خليها كده عشان انت عندك سبح عندي عطور يلا شكرا جزيلا يا حبيبي ايه هذه عبدو يا فرنسانا يا غير فيه وجينا وزي ما جينا جينا ومش بدينا بدينا زي ما رمشه خد ليالينا وحبينا
ده ايه الزحمه دي عند ايه ده؟ ده عند ايه ده؟ وزي ما قلت لكم يا اخوانا اوعوا تشتروا من المحلات اللي هي ايه بقى؟ يلا ناخد لك ثابته وفيديو ثاني ما فيش ده بس كل سنة وانتم طيبين. خال 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 السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زي ما جينا جينا ومش بدينا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وفي ما عارف بس عايز اللي هو عارف لو خلاص هذا ما تفتحش يا جماعه طمني العجل يا عم قالوا لي جايب عجل وقاعد جنبي انا تعالى اهو بقى بتاع اخويا بقى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بشوف يعني ده. السلام عليكم. أهلا وسهلا. هذه كم سعرها؟ دي لوحة 900 جنيه. وهذا زل ها؟ ده الأرضية كل الأرضية. زل في زل في زل. هذه كم سعرها؟ يدوي هذا؟ كله شغل يدوي كله شغل يدوي أنا إن شاء الله وأنا طالع بأخذ هذه لأن ما أقدر أشيلها معي وتمشى بإذن الله تعالى شكرا جزيلا السلام عليكم شكرا جزيلا كم هذا؟ 180 كبيرة بكم؟ كبيرة بخمس جنيه عايزها أكواب جلبيات 280 تفضل شكرا يا باشا في مكان ده
رب يطلع لك شر. عايز نعرف انت مش بس عليا. سكرنا الطريق. بدي طبيعي. عارف كم؟ عارف. ثلاثة جنيه. كم مساو؟ دي بخمسة جنيه. يا رب جنيه. دي ما دي بسبعة جنيه عارف. مش عايز العطار والحلواجري والجديدة؟ لا انا شكرا. هنا في حاجة زي ما قلت لكم يا اخوانا. اي اسم انت عاوز يا باشا بعمله لك زي كده. الاسم اللي انت عاوزه زي كده. اسم بكام ده؟ 120 بالتغليب بتاعه. الاسم اللي انت عاوزه بعمله لك نحت معاه. مش عشان الزباين اصور لك بعمل لك دعايه يعني. يقول لك ولا يهمك يا باشا. شهر شهرين بتبقى بوليونير بس خلاص. ولا يهمك يا باشا. شفت تسال الامور بسيطه. الحين وين انا ضيعته؟ عزيز شو اسمه؟ فيشاوي. اي فيشاوي هذول خلص. بس وصف لي انا تعال عشان تجينا الدولار. انت بس قول لي. انت قول لي ما انا امشي واصور ابن حلال. بس انت قول لي يسار. ايوه يسار بيسار ولا سي تلاقي السيده على الطفوش. ماشي ماشي شكرا حضرتك. ها انا صورتك وحضورك الزباين شهرين. اذا ما بقتش مليونير خش على حسابي. الرياض ولا انا وش رياض برضك؟ من جدة؟ أنا المكسيك يا باشا. مكسيك. أنا بقالي 25 سنة عايش في المكسيك. أساسا من السعودية. ما شاء الله. هذا شو مالك؟ كل الأسامي على سلاسة. على كم؟ الاسم مع السلسلة بتاعته 120. مع السلسلة. يا راجل. أي اسم؟ اسم مع إيش؟ مع السلسلة. مع السلسلة. أي اسم أنت عايز تجيب لي اللي فلوس. ما شاء الله شكرا جزيلا. ممكن تدينا فرصة نعبر لك بقى. ما أنا عارف دي بخمسة جنيه ودي مع دي مع دي مع دي بثمانية ولو خدنا حطينا دية مع دية تطلع 15 مش كده؟ كده يا فندم ما زلت. شكرا جزيلا. ده انت اللي باشا وباشة الباشوات كمان. برضو لما تظلم الدنيا بقى قهوه وشاي مع صويا. ايوه وبعدين اديني غريبه ولا تسالي هتنزل لك اجبال غريبه واديني هتختار بس والله اللي واشرب شاي ويطلع عليه بالفخار. لا 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 اطلبه بس اللي هتطلبه بس تقول ان شاء الله بالرجعه تظلم الدنيا ونجيك. انا الدنيا ظلمت وجاب لك الفنان صح. ماشي شو اسمه هذا الشيب هذا الشبح لسه زي ما هو بيتنك زي ما هو بيتكلم على كلمه مش حد مع التليفون بس ماشي يعني الشبح احنا وحمو. وهذا بطبيعة الحال مسجد الإمام الحسين. مش عارف هنحاول ندخله ونصور من الساحة. بس إيه حضرتك؟ مش عايز. مش عايز. وأعمل في وأعمل في إيه حضرتك الشعر؟ الشعر ده وقع من كتر الحرارة. ما خلاص. الموزة بتاعتك مش مزعلك؟ ما خلاص حضرتك. الموزة بتاعتك مش مزعلك؟ مزعلاني خالص. طب صور اقول لها كلام حلو؟ مش شاكرين حضرتك ان شاء الله عمرها ما رضيتش. انا من اللي زعلك. الله منين؟ طب شوف هذول بالله في دخله ولا لا؟ انت عايز تخش تتوضى ولا تصلي؟ لا متوضي؟ بالصلاة كده. متوضي؟ لا مش عايز اصلي عايز اصور. تصور؟
ماشي، بس مش هينفع تخش برضو غير ما تكون متأكد عشان حرام. مش داخل المسجد انا بالساحه كده برا بالساحه. تعال نوديك. خلي بعدين بدي كارت حقك. عارفه الباب الثاني بس بعلب ولا ها؟ طب شاي بالنعناع، ليمون بالنعناع، مانجا. لا قهوة الفشاوي نجيب محفوظ. عارفة برضو كمان قهوة داخل كده. من وين؟ مكسيك. من السعودية. الله من أبشار. قال سلمان بيجيبك نال الشرب يا راجل. هو ده. عم فاتنسيك يا عم. يلا يا أبو. تفضل يا بهوات. يا سلام. هو ده. خش صور بقى في الفشاوي. يا رب اللي مزعلك يجيله موقف في حياته. يا ده كده عصاب. حلو كده. والله يا سلمان. محمد. محمد سلمان صح؟ يا محمد هتحطوا لي بداية انت ولا ايه؟ لا خلاص خلاص. محمد هات حضرتك. بس عندي هنا ملبس حرية ابو حكه بقرار خايسه سيجارة فرقع خايسه ايش بالله لواتي كبدي ملبس حرية سيجارة لواتي كبدي لواتي كبدي عندي كل هالاشياء خد فكره بس نصب ضمير افهم والله انا جاي يوم صوب وانقلع حضرتك مش هتعرف تنصب ليه بقى ليه انت تروح اكبر نصاب في الشرق الاوسط حضرتك وشمال افريقيا بتنصب ب 100,000 انا بنصب ب 10 جنيه احنا بنصب بملايين يا باشا هو ده الشغل اللي حضرتك المثل بيقول ايه لو سرقت اسرق جمل كده هي سرقه خش النار بحاجه ايه خش النار بحاجه كبيره انا رشيد انا ضربت لي الشمس انا خلاص انت ناقص خلص كرتون المناديل تحطهم في برميل ميه كبير وتنزل فيه هو ده او بس يبقى كده ولا ايش مع السلامه شكرا يا بروس لا لا شكرا اقول لك يا محمد اصلي لا ما بأثر قال لك بكم السلام عليكم حتى عارف انت كده رايح فين؟ عارف رايح فين؟ برضه محلات داخل فيه كده انت هتخش تروح فين؟ بابا نفس المحلات دي. انت كده مش رايح الحسين. ها؟ ايوه ايوه انا مش رايح الحسين دي. بلف وبرجع. واللي هناك واللي قصادنا من هناك ايش هو معز؟ معز الجوامع والهلاوي. الجوامع اللي هناك اخر شيء. اول طريق. كله في المعز احسن شيء. لو دخلنا من هنا يودينا معز؟ ماشي لا لا مش عايز مرشد خلاص مع السلامة عارف باخد كام في اليوم؟ مش عايز انا مرشد سياحة انا عاوز اتكلم انا مش قادر اتكلم اهلا بيكم في المايس ماشي متشكرين اي خدمة السلام عليكم باي باي يا باسل يا عم دورت النبي ربنا عليك بزيارتك وتقعد كده هناك لكن الترمال انت عيالك وانت الطريق حضرتك احنا صلينا نفسك خلاص هنعمل ايه بقى؟ بإذن الله صلي على النبي اللهم صل وسلم عليه الله العظيم ثلاثة وحياة النبي استنى بقى بس قاعد اصور انا مع السلامة مع السلامة يا باشا قاعد اصور اتكلم قاعد اصور ابن احلام لا حول ولا قوة الا بالله وحياة النبي وحياة النبي قاعد اصور يا حجي الله يرضى عليك يا حجي شيء لا حول ولا قوة الا بالله يا ابن احلام الله يرزقنا يا رب الله يرزقنا
شكرا يا باشا. ثانية نعم عندك شيء نعناع؟ والله بكون صعب. لسه جارب ده. مسألة فلوس لسه جارب. ظهر هذا نصب عين راعي التاكسي قال المعز اللي نزلنا فيه وطلع مو المعز. ظهر الشارع يا ترى بيبيع ايه ده؟ باشا فين شارع المعز؟ شارع المعز؟ ها؟ من هنا؟ بص هتخش كده شمال ايوه تمام؟ هتلاقي باب على اليمين صغير كده، هتعدي الباب اخر الشارع شارع ده المعز. شكرا جزيلا. والله تبع الكلام عندنا شاء الله العظيم بسم الله. الله 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 انت من صغير ايه؟ يلا يا عم يلا يلا مهزق والله العظيم واد مهزق. مش حال لو ما بكره مش عايز شعر خالص يا رب تخسر الدنيا مش عايز مش عايز انا فرحان بنفسي انا فرحان بنفسي كده انا مبسوط من نفسي كده حضرتك بعد اذنك الله يرزقنا واياكم قاعد اصور يا حبيبي خلاص مع السلامه السلامه اكبر منك المشتقه يا لهوي يا حبيبي